دوك عمر خياري، انا هو رئيس العصبه الجهويه رباط السله القنيطره للالعاب الالكترونيه. اليوم كاين واحد المراسم لتوقيع واحد اتفاقيه شراكه بين العصبه الجهويه رباط السله القنيطره والوزاره الشباب الثقافه والتواصل ديال سي مهدي بن سعيد. وهذه الثقافه الهدف منها اولا هي باش العصبه ديالتنا غادي توجد منافسات هذا العام فين غادي اللي غادي يتلعبوا في الدور الشباب. هادشي علاش كنشكروا الوزاره، وايضا باش نطوروا الممارسه في الجهه ماشي غير في المدن الكبار ولكن حتى في المدن الصغار، ونخلقوا انديات جداد هذا العام باش نطوروا هاد العصبه في الجهه رباط السله قنيطره. غادي تكون واحد البطوله في الجهه، مازال ما قررنا اين الالعاب غادي نختاروا، ولكن غادي تكون هذا العام واحد المنافسه في الجهه كامله، غادي تكون اول مره ان شاء الله. اولا شكرا على حضوركم معنا اليوم واهتمامكم بالصناعه الثقافيه ومفهومها الجديد ديال حتى صناعه الالعاب الالكترونيه. كيف ما كتعرفوا هذه الصناعه ديال الالعاب الالكترونيه عندها واحد الوجود قوي اقتصاديا اقول على الصعيد الدولي، ومنذ دابا يعني ما جاءت الحكومه والا كان هناك التفكير في الاستثمار في هذا المجال باش نعطيو باش القطاع ديال الثقافه، القطاع ديال الشباب مع شركات اخرى يعني يكون يساهم في خلق مهن للشباب والشابات، كذلك خلق ثروه، خلق استثمارات في المفهوم ديال الصناعه الثقافيه. وبغينا يعني يكون انخراط المملكه المغربيه في هذا لو شيفر دافير الدولي اللي كاين بالنسبه للصناعه ديال الالعاب الالكترونيه، اللي كنتكلموا على اكثر من 300 مليار دولار على الصعيد الدولي، وكان لابد ان يكون واحد يعني جزء من هذه الاستثمارات الدوليه لشباب المغربي وللمغرب. اذا خلقنا مجموعه ديال المبادرات في المجال ديال الاستثمار، تكلمنا على يعني المدينه ديال الصناعه ديال الالعاب الالكترونيه اللي غتكون في مدينه الرباط، اخرى في مدينه الدار البيضاء، وزيد من استثمارات اخرى اللي غيكونوا في مجموعه ديال الجهات. ولكن لما نتكلم على الصناعه كنتكلموا كذلك على الشباب المغربي اللي كيستهلك هذه الالعاب الالكترونيه. ونذكر بان الشباب المغربي هو يعني الثاني يعني على الصعيد العربي نحن الثانيين اللي كاين هناك استهلاك لهاد الالعاب الالكترونيه. وبالطبع كان لابد يكون واحد التاطير في هذا المجال، لهذا تنشات جامعه اللي عندها شراكه مع مجموعه ديال القطاعات الحكوميه، الرياضه والشباب وزيد من قطاعات اخرى، وكاينين من مجموعه ديال المبادرات للتنشيط لخلق كذلك فرص للترويج، نعم، ولكن حتى الاستمتاع بالنسبه للشباب، وحتى خلق مهن، لان المهن اللي كنتكلموا عليها في المجال ديال الصناعه ديال الالعاب الالكترونيه ما مرتبطاش فقط بالمفهوم ديال انتاج العاب، ولكن حتى في الترويج في التنشيط مهن اللي ما كانوش عندنا سابقا. والشراكه اللي عندنا مع الجامعه يعني كتمشي في هذه المجالات، كيكون هناك تكوينات في مجموعه ديال المناطق ديال المملكه المغربيه، هنا خلق بعد خلق الجامعه الوطنيه، خلق يعني يعني الوجود ديالها على صعيد الجهات. اعتقد بان الجهات ديال الرباط هي من الاوائل اللي كاينه على الصعيد الوطني، ونحن نداعم بالطبع عبر اتفاقيه وفتح ديور شباب وحتى يعني مخيمات صيفيه اللي غتعطي فرصه للشباب باش يتعرفوا اولا على المفهوم ديال الالعاب الالكترونيه، على الصناعه ديال الالعاب الالكترونيه والمهن التي تروج وراء هذا المفهوم ديال الصناعه. وكنذكر بان اكثر من 50 مهنه بما فيهم مجموعه ديال المهن الجديده يعني يكون وراء هذا المفهوم ديال الصناعه ديال الالعاب الالكترونيه. وشكرا. اول حاجه مرحبا بكم، تنظن بان اليوم هو يوم تاريخي، توقيع ديال اتفاقيه شراكه مع وزاره الشباب والثقافه والتواصل، والهدف من هاد الاتفاقيه هو اعطاء بعد جهوي للالعاب الالكترونيه. بدينا الحمد لله في المشروع ديالنا بالمخيمات الصيفيه اللي نقات نالت واحد التقدير وواحد الاحترام من جميع مكونات ديال الالعاب الالكترونيه، وهذه فرصه باش ان الجامعه تحط الاستراتيجيه ديالها على المستوى الجهوي. اكيد عندنا اوراش مهمه في المستقبل القريب ان شاء الله، منها انطلاق البطوله الجهويه، وايضا اختيار جميع اللاعبين اللي يمكن لهم يدعموا المنتخب الوطني ان شاء الله في قابل الدورات. واكيد عندنا في نهايه الموسم واحد لاكاغافا اللي تكون مع المستشارين ديالنا، واللي الهدف منها هو اننا نوصلوا الالعاب الالكترونيه لجميع المناطق، سواء المناطق القرويه او المناطق الاقليميه اللي في تراب هذه الجهه ان شاء الله. بخصوص الشراكه، فهي شراكه الحمد لله اللي كتنبني على الثقه اللي ما بين وزاره الشباب والعصبه. الهدف منها هو
تسير جميع المرافق ديال دور الشباب اللي عندهم علاقه بالالعاب الالكترونيه. الهدف منها هو الرفع من الممارسين ديال الالعاب الالكترونيه، والهدف منها هو تقنين هذه اللعبه واعطاء فرصه للشباب ديالنا باش يكونوا ان شاء الله في واحد المستوى جيد ومستوى تنافسي على المستوى الدولي. اسمي سعيد بوزبقه، الصفه ديالي موتور ايموبيليه، وان شاء الله انا كنوجد باش نكون رئيس عصبه جهه طنجه تطوان الحسيمه. جي من ان شاء الله نضبط باش نحضروا الجهه ضربه صاله القنيطره باش نشوفوا التجربه اللي كتكتسبها الجهه ديال الضباط باش ناخذوها ان شاء الله حنا نعملوها في الشمال ان شاء الله جهه طنجه تطوان الحسيمه، وان شاء الله باش حنا نعملوا بزاف ديال الحوايج اللي ما باقي ما كاينين شي، وباش نشجعوا الاطفال ديالنا ان شاء الله بحول الله باش اطفال وشباب باش يتم يكونوا عندهم واحد اتجاه، يبقوا شي كي مثلا بحال كاين الناس اللي كيعجبوا هذا المجال هذا وما كي ما كي كيلعبوا عشوائي كيلعبوا زنقاوي باش يولي شي مأطر وعنده نظام. واليوم الحمد لله كما سمعنا بالسيد الوزير طفا كما قال بان هادشي ان شاء الله بحال اللي قال بانك هادشي ديال الجيميل عنده مستقبل كبير في العالم، وان الفيفا دخلت واحد الشيء من الناحيه الماديه كبيره بزاف في العالم. الايام اللي كانت كوفيد ما كانتش كره القدم وكانت الكره هذه في الخفاء. ولا دابا حنا عندنا في جهه الشمال طاجة سطول الحسين معنا مثلا عندنا سبعه ديال النادي، سبعه ديال الفرق. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.